النهارده عامل جيم كويس يا حسين في الحقيقه يعني. الحمد لله كابتن. والله صحيح فايق يعني النهارده، ايه الاخبار؟ ايه اللي فوقك الفوقان الشديد ده؟ لا الحمد لله طبعا، انا بحاول طبعا احافظ على مستواي كابتن. الحمد لله الاسبوع اللي فات قدرت ان انا اسجل، النهارده بحاول طبعا كل الحاجات دي مهمه بالنسبه لي. الفتره اللي فاتت كان في كلام كتير وراي كتير، طبعا انا بحب افصل طبعا الملعب عن اي حاجه بره حواليا، وده اللي انا بحاول اثبته للناس، ان لعيب اي لعيب محترف لازم يفصل في الملعب عن اي حاجه بره حواليه وسيطره حواليه. والحمد لله انا نفسيا مرتاح في نادي الزمالك جدا ان انا بادي، والناس شايفه في الملعب. يمكن ان الامور اللي صارت الفتره اللي فاتت دي شويه انا خدتها يعني حولتها ان هي تكون حاجه ليا حافز ان انا ادي، فده اللي انا قدرت احققه في الملعب الحمد لله. طب هايل يا حسين والله. لا رائع يا حسين والله، وادائك ممتاز وفكر احترافي متميز، يعني انت مش اي حد يقدر يفصل بين مشاكله خارج الملعب وبين جوه الملعب، وده ودي حاجه كويسه اعتقد ان ديت يعني يا كابتن. اكيد على كل لاعب محترف لازم يدي الجمهور حقه، لان الجمهور اللي بيجي يتفرج على الملعب وبيشجع النادي ملوش دعوه باللاعب في حياته الخاصه او في حاجه، الجمهور دايما عاطفي وبيحب يشوف فريقه تكسب، وما عندوش ما يعرفش اللعيب بيمر بايه او ايه اللي بيحصل له. فطبعا دي حاجه 90 دقيقه لازم اعدلهم، ولازم اكون عندي اخلاص طبعا في النادي بلعب فيها، لان انا طبعا بلعب في النادي النهارده الزمالك، لازم اكون عندي اخلاص طبعا في الملعب. والحمد لله ربنا بيكرم، وده حاجه تبقى اضافيه ليا واضافيه لفرقتي طبعا، مش ليا انا بس على مستوى الشخصي. حاسس يا حسين ان الزمالك يعني قادر على المنافسه على الدوري بشكل موضوعي السنه دي يا حسين؟ والله يا كابتن الكلام لسه بدري، احنا لسه في بدايه الدوري، لكن انا شايف ان الفرقه ما شاء الله يعني بتادي اداء كويس، حتى لو في تفاوت في المباريات في بعض الاوقات في المباريات، لكن الحمد لله الفريق فيه عناصر كويسه جدا كمجموعه وكافراد. والحمد لله بنقدر ان احنا يعني عندنا سهوله ان احنا نوصل للمرمى، يمكن عندنا لو في تركيز اكتر كل مباراه نقدر ان احنا نسجل جون واثنين وثلاثه، لكن في ساعات سوء توفيق او حظ، لكن باذن الله احنا عازمين طبعا ان احنا ننافس، لان نادي الزمالك نادي كبير لازم ينافس، والناس كلها مستنيه كتير مننا. فاتمنى ان شاء الله بجهد كل اللي موجودين ان احنا نقدر نحقق حاجه، طبعا كله يتمنى كل ده ان شاء الله. يا حسين بتاع الكابتن ايمن عايز تقول حاجه؟ لا انا عجبني قوي دعمك الدفاعي في الربع ساعه الاخيره من المباراه لعبد الشافي، هل ده جاب توجيه فني ولا انت احساسك ان عبد الشافي مضغوط رجعت سندته ودفعته واديت واجب دفاعي رائع جدا ليك مميز وجديد عليك النهارده في المباراه بصراحه يا حسين؟ شكرا يا كابتن ايمن. لا طبعا كل مباراه انا بحاول ادي الدور الدفاعي، لكن النهارده كان في ضغط من نادي المقاولين، احنا بنلعب فريق محترم، فريق بيلعب كوره جميله جدا وفتح الملعب من الطرفين، فاكيد عبد الشافي كان عليه ضغط، فكان لازم ان انا ارجع اساعده، وده طبعا ده واجب الدور اي لعيب في الملعب ده بنلعب. يعني ده احساسك الشخصي ولا حسام حسن وجهك لده؟ احساسك الشخصي ولا حسام اللي وجهك؟ لا طبعا ده احنا ده اداء كل مباراه يا كابتن. انا طبعا كابتن حسام كان موجود يمكن قريب مني فعلا، انا كنت بلعب ناحيته وكان شايفني ان ساعات بيساعدني ان انا ارجع وكده والكلام ده، لكن ده طبعا كان لازم انا اعمله، الدور ده كان لازم اعمله، لان طبعا اللعيب برضك مش بس دور هجومي، اللعيب المتكامل لازم يبقى دفاع وهجوم، دي كره القدم الحديثه طبعا. لا برافو عليك. صراحه ان انا برجع لغايه ناحيه الشمال لغايه عبد الشافي، لان هو دايما بيرحل لجوه الملعب، فلازم انا اغطي الناحيه اللي وراه دي. فطبعا انا لازم اقوم بالدور الدفاعي اكيد في مباراه، يمكن النهارده كان زياده على اللزوم فعلا ان احنا ضغطنا اخر 10 دقائق، فالحمد لله ان الواحد قدر ان هو يكون مكانه واقف دايما تمركز صح، وقدرت ان انا حتى لما قطعت الكوره قدرت ان انا الاعب فرقتي مش بس مجرد تشتيت. عملتها هجمه رائعه اللي عملها لعماد محمد، عملها رائعه. صحيح صحيح. بالتوفيق يا حسين، وعايزين تألق دائم على طول ان شاء الله. متشكر يا كابتن، الف شكر لكل الموجودين. شكرا شكرا حبيبي. اخد كمان ثلاث اربع رسائل واروح للكابتن.